ابن النفيس هو علي بن ابي الحزم العلامه الطبيب اعلم اهل عصره بالطب انتهت اليه رئاسه الطب بالديار المصريه وكان لا يضاهي في ذلك استحضارا واستنباطا مع انه اشتغل به على كبر من مصنفاته الشامل والموجز في الطب وبغيه الفطن من علم البدن وغيرها توفي رحمه الله سنه سبع وثمانين وستمائه من الهجره